وفي نشرة سابقة جمعنا اتصال بمراسلة شبكة تلفزيون الصين الدولية في واشنطن وفاء الجباعي، والتي قدمت لنا شرحا بشأن الأسباب الرئيسية التي دفعت ترامب لهذا الإعلان وتداعياته. نعم، هناك أكثر من سبب في الحقيقة دفع ترامب إلى اتخاذ هذه الخطوة في هذا التوقيت بالذات. ترامب يريد أن يقول: أنا لست كغيري من الرؤساء السابقين الذين قطعوا تعهدات خلال حملاتهم الانتخابية، ولكنهم تناسوا هذه التعهدات حين وصولهم إلى البيت الأبيض. يريد أن ينفذ هذه التعهدات بالنسبة لقاعدته الشعبية. نعلم أن قاعدته الشعبية تتألف بشكل أساسي من اليمين المتشدد المتطرف المساند لإسرائيل، ومن المجموعات أيضا اليهودية الصهيونية. وبالتالي هذه المسألة قضية جوهرية، مسألة جوهرية بالنسبة لهم. وبالتالي ترامب يريد أن يستفيد لتحفيز هذه القاعدة الشعبية، خصوصا أن نسب التأييد للرئيس في هذه المرحلة في أدنى مستوياتها. أيضا الرئيس ترامب يريد أن ينفذ أجندته الداخلية، كما قال يريد أن يبدي الولايات المتحدة على أي شيء أو على أي موضوع آخر في العالم. أيضا الرئيس ترامب كما يقول بعض المحللين يريد أن يحيد الأنظار ربما عن المشاكل التي يعاني منها في الداخل والإخفاقات. طبعا نتحدث عن بعض الإخفاقات الداخلية، كيعني فشله في تمرير مشروع للرعاية الصحية للتخلص من مشروع الرعاية أو قانون الرعاية الصحية لسلفه أوباما. أيضا هناك التحقيقات التي تجرى مع أعضاء في حملته الانتخابية بشأن التخابر مع روسيا. هناك قضايا عدة يعاني منها في الداخل. أيضا الرئيس ترامب يريد أن يقدم يعني خدمة لنتنياهو. هو تعهد بدعم إسرائيل ويعتبر أن علاقته جيدة جدا برئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو يبدي هذا الدعم عبر هذه الخطوة التي وصفها بالمتأخرة جدا.